تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص مع تورط 4 وكالات سياحية تنشط عبر إقليم ولايتي الجزائر وبومرداس. الشبكة الإجرامية تقوم بتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية بالاعتماد على ملفات مزورة وبالتواطؤ مع أشخاص ينشطون داخل وخارج الوطن، وهذا مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما يتعرض بعض الضحايا الشبكة للنصب والاحتيال، حيث يعتمد أفرادها على استخدام آليات غير معتمدة بطاقات الدفع عن طريق الأنترنت والعملات الافتراضية من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الخارج هروبا من الرقابة المفروضة وعدم ترك آثار لتعاملاتهم المالية المشبوهة. العملية أسفرت على حجز عدد كبير من جوازات السفر، رخص سياقة دولية، بطاقات الدفع إلكترونية، أجهزة إعلام آلي تستخدم في تزوير مختلف الوثائق والأختام، هواتف نقالة مثبت عليها تطبيقات تستخدم في تحويل العملة من وإلى الخارج، كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية وكذا العملة الصعبة.